مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صبايا عم ترافق فيها نحن وياكم، وكالعادة مواضيع كتيرة ومتنوعة رح نحكي عنها بحلقة اليوم، خلوكن معنا. تحت عنوان المرايا قدم رامي القاضي مجموعة جديدة لربيع وصيف 2024، قدم من خلالها 40 قطعة مميزة، البعض منها كان انعكاس للمشاهد الطبيعية والمعالم المعمارية وبألوان صحراوية هادئة، بالإضافة لعدة فساتين زفاف بتصاميم استثنائية. باقي التفاصيل رح نعرفها من خلال هالتقرير. بلشنا بالألوان الصيفية بلبسنا بمكياجنا، وأكيد الأظافر هي أول شيء بنعمل فيه نقلة بالألوان، يعني من بعد ما نقضي الشتوية بالألوان الغامقة مجرد ما يجي الصيف منصير بدنا نروح على الألوان الزاهية الفرحة هيك لتعطينا شوية طاقة إيجابية. بس شو الألوان يلي من الأجمل تعتمدوها وشو اللون يلي اخترنا لكم ياه لليوم رح نعرف من خلال هالتقرير. أول شيء تنطلق من البيت بشكل يومي، تخفف استخدام مواد كيماوية، ولما يعني بتضطر وبتتعرض لهيك شيء المفروض آخر النهار تحط كريمات مرطبة، تحط زيوت على الأطراف اللحمية والأظفار. هذا الشيء بيخفف كتير إنه تكون اللحمية ناشفة أو مقشرة أو بتتعرض لأي مرض مثلا لحميتها. بالإضافة المفروض كل 15-20 يوم تروح عند الأخصائية تشيك لها على لحميتها، لأنه ممكن كتير عالم حتى أظافر الرجلين يعني بيكون فيها غارز، فما بصير تأخر أكثر من هيك عليه، بضايقة بالمشي ممكن يعمل لها التهابات، فهون الأخصائية
بتشوف له وضعه وبتهتم له باللحمية كمان. أيام ما بيكون بالضغط اللحمية فينا مستعود عنا بالكتيكول، ممكن في مبرد الكهرباء الدريل، في له راس خاص باللحمية بنستخدمه بدل ما نقص لحمية الأطفال، بنعطي الأطفال شكل حلو وبضل هيك نظيف ومرتب. يعني دائما الاستمرارية إنه الواحد يضل يهتم بهذا الشيء ما بيخلي تتراكم اللحمية، ما بيخليها تنشف أو تعطي، هي بتاكل كمان من شكل الضفر من الشيب تبعه، لما بتطول اللحمية بغطي هذا الشيب الضفر، فأنت لما بتنظفيها بشكل دائم بتعطي الضفر مظهر هيك أنيق ومرتب وبيبين طوله الحقيقي. دائما تكون الوان الباستيل هي الطاغيه، البيبي بينك، البيبي يلو، البيبي بلو، وفي الا لما في حاله واحده، يعني لما بتعمل الصبيه تان فهي بتفضل دائما تلجا للالوان اللي بتكون كثير صارخه مثل الفوشيا، مثل الاحمر الضارب على اورانج، كثير بتكون لايقه لهيك الوان بشره بعد البرونزاج، فهون بيوقفوا يعني الوان باستيل، بيلجأوا للألوان اللي كتير صارخة بتكون. أنا شخصيا مو بفضل الديزاينات، يعني دائما اللون السادة بيعطي رتابة أكتر، وكتير يعني نسبة قليلة من العالم يلي بتطلب يمكن 2 أو 3% يلي بفضلوا الديزاينات، أغلب الزباين بتلجأ للألوان السادة. طول الوسط مرتب وحلو، بس كمان أيام إنه الصبية بدها تراعي طبيعة شغلها، اللي بيكون بيشتغل بالتجميل وكمجال عمليات وهيك بدها تكون حذرة، فهي أبداً ما بتقدر تطول ضفرها، بدها تكون دائماً مختارة طول الوسط أو المايل على القصير يعني أكثر ما يكون طويل. أما الصبايا اللي إنه مجال حياتهم بيكون فري ما عندهم شيء، فأي أكيد حلو طول الأظافر، ودائما الضفر الطويل بيعطي اللون أرتب وبيبين عليه أي ديزاين ممكن تعمليه. للجيل وإزالته إنه نحن نريح الضفر، هذا الشيء بيبين طول ما الصبية عم تيجي بشكل مستمر كل 15 يوم، فنحن لما عم نقيم الجيل عم نشوف شو وضع الأطفال تحته، في حال ضفرة طبيعي وما في أي لون وأي تصبغ وأي بداية فطر فهي ما أنا مضطرة تقيم الجيل أبدا، في كتير عالم عم تضل عليه سنين طول ما ضفرة صحي. أما في حال قامت لهون لون الجيل بلش وشافت في أي بوادر إنه ممكن يعطي الضفر فطور أو يعفن، هي من تراكم الرطوبة، بيكون في غلط ممكن بالشغل، ممكن نوعية المواد ما تكون منيحة، فهون إجباري بدها تريح فترة وتعالج الفطور مشان ما تمد وتعدي باقي الأظافر،
فهون نريح بين الشهر للشهر ونص وبنرجع بنعمل الشيء اللي بعدين. فقرتنا الطبية لهالأسبوع خصصناها لنحكي عن مشكلة السواد تحت العين يلي هي من المشاكل يلي عادة الصبايا بيلاقوا صعوبة بحلها، لهيك رح نحكي عن الأسباب وطرق العلاج وإذا كان في طرق وقائية نقدر نتبعها لحتى نمنع هالمشكلة. تابعوا معنا. أكثر الحالات شيوعاً اللي عم تجي لعنا على العيادة عم يكون سببها نتيجة فقر الدم، نقص خضاب الدم بالجسم عم يؤدي لظهور هاي الهالات. تاني شيء عم تكون المريضة عندها تعرض مباشر لأشعة الشمس من دون استخدام الواقيات الشمسية وارتداء النظارة الشمسية، كمان بيؤدي هذا الشيء لظهور هاي الهالات. كمان السبب عم يكون وراثي، يعني بتلاقي امها خالاتها معظم قرايبين عندهم هاي الهالات. كمان نتيجة التقدم بالعمر، يعني نقص الوسادة الشحمية عم يؤدي لظهور هاي الهالات. كمان نمط الحياة المختلف اللي عم تعيشه معظم الصبايا، انه عندهم سهر متواصل، غذاء غير متوازن، تعب جهد، ما عم يحصلوا على ساعات كافية من النوم، عم يؤدي لظهور هاي الحالات. كمان ممكن يكون اللي هلأ سبب كمان كتير شائع نتيجة القعدة الطويلة على الجوال وعلى الشاشات، كمان عم يؤدي لظهور هاي الحالات. كيف منعالج هاي الحالات؟ طبعا ضروري نعرف السبب لنعرف العلاج. بيتم عن طريق حقن ميزوثيرابي للمنطقة تحت العين، كمان عن طريق حقن ميزوفيلر. ممكن كمان إذا عندي نقص بالوسادة الشحمية وعندنا المريضة عندها مثل تجوير بهاي المنطقة عم نحقن فيلر، أو ممكن نحقن نانو فيلر اللي هو إجراء بيتم سحب دهون من الجسم وحقنه بهاي المنطقة. طبعا الكريمات والماسكات والسيرومات بتخفف من ظهور هاي الهالات، ولكن النتائج عم تكون يعني لمدى متواصل لحتى أحصل على نتائج حلوة. لحتى أنا أوقي حالي من ظهور هاي الهالات، حاول قدر الإمكان خفف التعرض لأشعة الشمس واستعمل واقي شمسي جدده كل ساعتين، وطبعا الحرص على ارتداء النظارة الشمسية. كمان إذا كانت الحالة وراثية أكيد منعالجها، ولكن تحتاج لفترة شوي طويلة. تجنب الإجهاد والتوتر والسهر والحصول على ساعات كافية من النوم. هيك بنكون ذكرنا معظم الحالات الشائعة لظهور هاي الهالات السوداء، ومتشكر قدومكم على مركزنا وأهلا وسهلا فيكم. يعني مع هالأجواء المكركبة وتغير الطقس وعوامل كتيرة عم تظهر مشكلة بالبشرة، صاروا عم يشتكوا منها الصبايا والشباب، وهي مشكلة تهيج البشرة. هالمشكلة مو بس من الطقس عم بتصير، هي إلها عادة أسباب كتيرة تانية مثل مستحضرات العناية بالبشرة أو مستحضرات التجميل، وكمان اتباع عادات خاطئة بالروتين اليومي، وكمان ما بدنا ننسى نوعية الأكل قد عم يكون إلها أثر وتأثير كبير على البشرة. كل هاي الأسباب رح نحكي عنها، وأكيد رح نركز على طرق العلاج. تابعوا معنا.
كتير من النساء وخاصة صاحبات البشرة البيضاء والحساسة منهم بيعانوا من تهيج البشرة وأحمرار الوجه، واليوم رح نحكي عن أسباب تهيج البشرة والنصائح لتجنب هالمشكلة وطرق علاجها. من أسباب احمرار الوجه وتهيج البشرة التعرض المفرط لأشعة الشمس القوية من دون استخدام كريم واقي شمسي، جفاف البشرة وعدم منحها الرطوبة الكافية، واستخدام مستحضرات عناية بالبشرة أو المكياج أو العطور اللي بتحتوي على مكونات حادة أو عطرية بتسبب حساسية الوجه، تعرض البشرة لأي نوع من البكتيريا بعد ملامسة الإيدين إلى الإصابة بأمراض الجلد بتسبب احمرار الوجه مثل الصدفية وغيرها، وكمان احتكاك الجلد بالإكسسوارات المعدنية أو بعض أنواع أقمشة الملابس، بالإضافة لتناول المأكولات اللي بتسبب حساسية أو التهاب بسيط بالوجه مثل البيض والأطعمة الحارة وحبوب القمح الكاملة وغيرها. وأخيراً تغير الهرمونات اللي بيصيب النساء بمرحلة المراهقة أو البلوغ وسن اليأس. نصائح عديدة لتجنب احمرار الوجه وتهيج البشرة: استخدام منتجات جمالية مناسبة للبشرة الحساسة وخالية من أي مواد كيميائية، تجنب تقشير البشرة بشكل مفرط والالتزام بهالخطوة مرة بالأسبوع، ترطيب البشرة وغسل الوجه بمياه معتدلة. أما طرق العلاج لتهيج البشرة وعلاجها من بعض المكونات الطبيعية اللي بتحمل خصائص مهدئة للبشرة بتساهم بعلاج تهيج البشرة وأحمرارها، مثل قشور الموز اللي بتساعد على علاج تهيج البشرة بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة بقشرة الموز اللي بتساعد على تهدئة البشرة من الأحمرار، لهيك هي مناسبة للبشرة الحساسة وبتحمي البشرة من أضرار الأشعة ما فوق البنفسجية. والشاي الأخضر بيساعد على علاج تهيج البشرة لاحتوائه على مادة الكاتاكين اللي بتتميز بخصائصها المضادة للالتهاب والفطريات، ومن الممكن أنه تساعد بإزالة احمرار الوجه. وأخيراً زيت جوز الهند اللي بيساعد هذا المرطب الطبيعي للبشرة على التهدئة والتخلص من التهيج والاحمرار فيها. تفاصيل كتيرة نحن كبشر بنختلف فيها مثل لون البشرة والشعر والعيون وغيرهم، وهي التفاصيل من الخصائص البشرية اللي بتميز كل إنسان عن الثاني، وهالاختلاف بيرتبط بصحة الإنسان. مثلاً الأشخاص اللي بيولدوا بشعر أحمر ونمش على الوجه، هاللون بالشعر يطلق عليه الأصهب وهو أندر لون شعر بالعالم، وبحسب الأبحاث نسبة الأشخاص اللي بيولدوا بشعر أحمر من سكان العالم بتتراوح بين 1-2% فقط، وغالبيتهم من أصل أوروبي شمالي، لهيك رح نحكي شوي عنهم شوية معلومات ومن خلال هالتقرير. من الألوان غير الشائعة والملفتة للنظر بسبب ندرتهم مقارنة بأصحاب ألوان الشعر الأخرى هو اللون الأحمر، وعلى الرغم من أنه كتير من السيدات بيلجأوا للصبغة والتغيير، لكن بيبقى للشعر الأحمر الطبيعي برونقه ميزة، وكمان الكتير من التساؤلات والاستغراب ويلي منها بعض الحقائق. أولاً، أقلية في العالم وأكبر نسبة من أصحاب الشعر الأحمر بيعيشوا بإسكتلندا بالمرتبة الأولى، ومن بعدها إيرلندا وويلز. ثانياً، من ميزات أصحاب الشعر الأحمر هو إنه ما بيشيبوا أبداً مع التقدم بالعمر، وكل اللي بيتعرضوا له هو بهتان باللون. ثالثاً، من الصعب للغاية تغيير لون الشعر الأحمر بسبب قوة الخلايا الصبغية. رابعاً، من النادر
الحواجب هي تفصيل مهم بالوجه، وغالبية النساء عندهم الاعتناء فيهم شيء أساسي، وانتشر عدد كبير من المنتجات اللي بتساعد بالاهتمام بشكل الحواجب لحتى تظهر بطريقة متساوية، مثل تعبئة الفراغات وتثبيتها بشكل يومي عن تطبيق المكياج، وممكن كمان صبغ الحواجب يكون حل مناسب. لكن قبل القيام بهي الخطوات في عدة معلومات وحقائق لازم تتعرفي عليها قبل ما تطبقي الصبغة. ممكن تعتقدي انه الاهتمام بالحواجب هو شيء بسيط، لكن ما فينا ننكر انه اختيار لون غير مناسب او اعتماد تقنية خاطئة ممكن يسبب حصولك على نتائج غير مرضية. تماما مثل الاعتناء بالشعر، المفروض يكون صبغ الحواجب تطبيق صبغة شبه دائمة على شعيرات الحواجب بهدف تغيير لونها. هاي الصبغة بتساهم بجعل الشعيرات تبدو كثيفة وبتدرج مختلف عن لونها الطبيعي، لكنها ما بتساهم أبداً بتعبئة الفراغات يلي ممكن تكون موجودة بحواجبك. لهيك إذا كان هدفك هو تعبئة الفراغات فنحن ما بننصحك باللجوء للصبغة، بل البقاء على رسمة باستخدام قلم أو بودرة الحواجب. وكتير مهم تعرفي أن الصبغة ممكن يخف تأثيرها مع مرور الوقت، لهيك أنت مضطرة على إعادة صبغة بين فترة والتانية. لصبغ الحواجب عدد من الإيجابيات يلي رح تسهل عليك حياتك وتسرع روتينك اليومي. الأولى والأهم، صبغ الحواجب مفيد جداً لصاحبات الشعيرات الفاتحة يلي عم يبحثوا عن جعلها داكنة أكثر مما هي عليه، بالإضافة لأنه صبغة الحواجب تؤدي لتغيير لون الشعيرات الصغيرة والرقيقة، فبتساهم بجعلها تبدو كثيفة وجميلة. صبغ الحواجب رح يبعدك عن تمضيط وقت كبير يومياً لرسمة وتعبئتها، إذ أنه ستكون حواجبك حاضرة كل يوم لتمشيطها بشكل سريع فقط. أما بالصيف فأنت رح تدارك زوال لون قلم أو بودرة الحواجب عند السباحة مثلاً، بما أنه الصبغة بتقاوم المي. اختيار لون صبغة الحواجب ممكن تكون الخطوة الأهم للحصول على نتيجة طبيعية وبطريقة مثالية. يجب أولاً اختيار تدرج بيناسب لون بشرتك، وذلك للحفاظ على مظهر متجانس ومتكامل، واحرصي دائماً على اختيار لون صبغة أغمق بدرجتين من لون شعرك للحصول على لوك طبيعي. إذا كنتي بموعد لصبغ الشعر، لا تحاولي أبداً اعتماد المواد نفسها على حواجبك، إذ قد تسبب حساسية العينين وعدد من المشاكل الأخرى يلي قد تؤدي إلى هذا النوع من الصبغات. والنصيحة الأهم، إذا كنتي من أصحاب الحواجب الطبيعية الممتلئة، ما تجازفي وتتبعي أي ترند ممكن يخليكي تخسري شكل حواجبك الطبيعية. وآخر نصيحة، في حال قررتي واتخذتي قرار تبتعدي عن صبغ الحواجب وتلجأي لاستخدام التاتو الدائم، احذري من جعل الحاجب يبدو محدد بشكل غير مقبول وغير مريح للعين. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا من كل المعلومات اللي عم نقدم لكم إياها. بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة مواضيع مميزة. باي.